سيداتي سادتي، كل واحدة وكل واحد باسمه باسمها وبمكانتها وبمكانها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بيت نسو الجماعة وريش تنسون كان الناس ذي يسمو الناس أزور دمقرا إن هرمي ذي الجام تندي أكيد ما را جمعة مقران قد مسمون دا مقران إمي قان ليكوب ويسنين ويشعين ولا قد مسمون دا انت الجهة ما الجهة طنجة تطوان الحسين. اسمحوا لي إذا تكلمت شوية لأن اللغة ديالنا الرسميتين هي العربية والإنجليزية، هذا لا يعني بأنني أريد اللغات الأخرى، ولكن بالعكس احترام تام للغات الأخرى والانفتاح عليها. حضرات السيدات والسادة، في البداية أريد أن أنوه بمشاركة رؤساء الجماعة الترابية لدول البحر الأبيض المتوسط في إشغال هذا المؤتمر الأممي الكبير حول تغيير المناخ. وفي هذه الدورة بالضبط التي هي دورة التي تنعقد تحت شعار العمل، بعدما كنا في السابق نفكر فيما العمل، اليوم قد وصلنا إلى مرحلة العمل، ونحن واثقون أن مسؤولية جسيمة تقع على عاتقنا. نحن أولا كمواطنات ومواطنين، ثانيا كمؤسسات منتخبة ومؤسسات حكومية وجمعيات المجتمع المدني بمختلف تعبيراتها واختصاصها، لتنفيذ أو تنزيل اتفاق باريس والالتزام بمقتضيات هذا الاتفاق. فقبل 4 أشهر من الآن، وبالضبط يوم 18/19 يوليوز الماضي، اجتمعنا في جهة طنجة تطوان بحسينة، وبالضبط في مدينة طنجة عاصمة البوغاز، في مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية لدول المتوسط. وكنا أكثر آنذاك من كتلة فاعل ومن أصحاب القرار الاقتصادي والفاعلين الاجتماعيين والمجتمع المدني والباحثين والخبراء والأطر التقنية والمواطنات والمواطنين، وتداولنا في موضوع التغيرات المناخية لفضاء المتوسط الذي يعتبر أكثر عرضة لمخاطرها. وكانت أيضا وكان هذا اللقاء مناسبة للتأكيد على دور الجهات والمدن الكبرى والصغرى في الحد من هذه المخاطر التي تهدد الحياة في حوض البحر الأبيض. وأصدرنا آنذاك ميثاق أطلقنا عليه ميثاق من أجل حكامة مناخ مناطق الأبيض المتوسط، والذي دعونا فيه كمجتمعات ومجتمعون إلى تبني فكرة منفتحة وطموحة تتمثل في حكامة مناخية للمجالات الترابية تقوم على تفعيل استراتيجية التكيف التغيرات المناخية القائمة على مخططات العمل. وأغتنم هذه الفرصة لأدعو السادة الرؤساء الجماعات الترابية الحاضرة اليوم من الانضمام إلى هذا الميثاق. أيتها السادة والسيدات، لقد حان الوقت لتفعيل برامج العمل الملموسة والملائمة لخصوصيات جماعاتنا الترابية على مستوى جميع دول
حوض البحر الأبيض المتوسط. أنتم تعرفون جيدا بأن المواطن والمواطنة أول جهة أقصدها للاحتجاج أو للشكاية أو لغير ذلك هي المجالس المنتخبة. إذن اليوم نحن مدعوون وأكثر من أي وقت مضى لنتكلم بلغة موحدة أمام دول العالم المجتمعة هنا في مراكش، لأن خلاصات لاميدكوب في طنجة وتوصيات النسخة الأولى لاميدكوب في فرنسا في مارسيليا اليوم في هذه القمة يجب أن تكون هذه الخلاصات ليست محطة نقاش ولكن محطة تبني من طرف أصحاب القرار في العالم. وقد حاولنا من خلال الخبراء ومن خلال علاقتنا مع الدول أن تتضمن الوثيقة النهائية أو الالتزام النهائي لهذه القمة توصيات القمة المتوسطية في نسختها الثانية بمدينة طنجة. وقد حاولنا دق ناقوس الخطر هنا في مراكش لما يتهدد هذه المنطقة، منطقة البحر الأبيض المتوسط الأكثر عرضة للانتكاسات السلبية للتغيرات المناخية، ولعل هذا ما نقوم به اليوم ونتطلع إلى أن تسمع صوتنا وصرخات أبنائنا إلى أصحاب القرار العالمي. ولكي تجد أصواتنا صداها فنحن مطالبون بتقوية التعاون بين الجماعات الترابية شمال وجنوب المتوسط، وبالعمل على وجه الخصوص على تطوير البحث العلمي وتأمين الولوج إلى التمويل المناسب لحاجيات الجماعات وللخصوصيات الاقتصادية لكل جماعة على حدة، وتسريع نقل وتبادل الكفاءات وكذلك تقوية القدرات. أيها السادة والسيدات، كما تعرفون أن ضفاف حوض البحر الأبيض المتوسط كانت شاهدة إلى وقت قريب وعلى مر التاريخ على ركوب التحديات والإبداع في إيجاد الحلول والأجوبة على الأسئلة والإشكاليات العويصة، وهي اليوم قادرة وبامتياز على أن تجعل من التخفيف والتكييف مع المتغيرات المناخية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفائدة شعوب المنطقة. ومن بين أولى الأولويات التي تنتظر منا أجوبة علمية ومستعجلة للرد على التحديات المناخية معضلة التشغيل ومحاربة الفقر والتهميش والمساواة بين النساء والرجال والاعتناء بالشباب والطفولة أيضا. ولكسب رهان هذه التحديات فمن المفيد حضرات السيدات والسادة أن نستنير بنضالات وتجارب المجتمع المدني الذي يعتبر بدون أدنى شك فاعلا وشريكا أساسيا وضروريا في إعداد وتتبع وتقييم تنفيذ الالتزامات المتفق عليها، سواء في ميدكوب بطنجة أو في كوب 22 في مراكش. كما تعرفون أن أول من دق ناقوس الخطر على امتداد خريطة العالم لم يكونوا أصحاب القرار، سواء في المجال الاقتصادي أو السياسي، بل كانوا مناضلين ومناضلات المجتمع المدني مع خبراء في هذا المجال. في حدود السبعينيات من القرن الماضي كان العالم يعتبر أن الكلام عن الحفاظ عن البيئة مجرد طرف فكري، بل
نحن عندنا في المغرب في أواسط الثمانينيات، في بداية في 83 بالضبط، تم منع أول جمعية مغربية تعتني بالبيئة أو تطالب بالاعتناء بالبيئة. واليوم أصبح الموضوع، أصبح موضوع البيئة هو الموضوع الأول على امتداد العالم مع ما تعرفه الإنسانية أيضا من تدمير للحياة بطريقة أخرى، أي من خلال الإرهاب. كما لا يفوتني على أساس لا أطيل عليكم أن أنوه بالعمل الذي أنجز بميدكوب المناخ بفضل توجيهات الملكي السامي المتضمنة في الرسالة الموجهة للمؤتمر، وبفضل المقترحات والحلول التي ساهمت في إبداعها أكثر من 340 منظمة وشبكة متوسطية، والتي وضعت أجندة إيجابية للمناخ في حوض البحر الأبيض المتوسط. ومن أجل تنفيذ هذه الأجندة سيتم تنسيق العمل بواسطة بنية دائمة ستحتضن مدينة طنجة مقرة، وعني دار المناخ المتوسطية التي نحن اليوم في الجهة بصدد وضع الترتيبات الإدارية والتقنية والمالية لإخراجها إلى حيز الوجود في الأقل الأجال، لأن هذه كانت من جملة التوصيات على أنها دار المناخ في مدينة طنجة ستكون مقر ليس للجنة الدائمة لميدكوب، ولكن أيضا مقر لشبكة الخبراء البحر الأبيض المتوسط وللمجتمع المدني من نساء وشباب إلى غير ذلك في دول حول البحر المتوسط. وأشير في الأخير أنه إذا كان مؤتمر الأطراف حول مناخ دول البحر الأبيض المتوسط ينظم من طرف الجهات، فإننا نؤكد على أهمية التعاون بين جميع المتدخلين الآخرين. والمؤتمرات المتوسطية للمناخ التي ستنظم عند صديقنا رئيس جهة الصقلية العزيزة في إيطاليا الشقيقة في سنة 2017، وبعدها في سنة 2018 بمدينة سوسة بتونس الرائعة، ستبرهن على أننا نستطيع التغلب على الاختلالات المناخية وعلى مخاطرها بفضل تضافر جهود الجميع. أجدد الشكر لكل الذين عملوا ولا يزال يعملون من أجل هذه القضية، وأؤكد لكم أن جهة طنجة الدول الحسيمة تحرص على جعل المناخ ضمن أولى الأولويات العمل في برامج الراهنة والمستقبلية. واسمحوا لي وشكرا جزيلا دنمير. Merci beaucoup.